طيب انتقل معاك لليوم السابع والساحره المستديره، الزمالك يدخل المعسكر مغلق استعدادا لمواجهه المحله في الدوري، هتكون المباراه بكره الثلاث ان شاء الله الساعه 9:30 على استاد القاهره الدولي في منافسات الجوله 32 لمسابقه الدوري المصري. توقعاتك هتكون ايه؟ طبعا الزمالك يعني بيخطط للفوز على المحله، وعايزين كمان نعرف بقى جاهزية الفريق ايه، محمود شبانة اخبار جاهزيته ايه كمان ومشاركته في هذه المباراة. تمام، الزمالك كسب الماتش الاخير في الكاس 3-1، كسب فاركو ومعنويات لاعبيه لحد ما مرتفعة شوية. هم فقدوا فرصة المنافسة على بطولة الدوري هذا العام بعد ما كسبوا الدوري السنة اللي فاتت واللي قبلها. الزمالك بيبحث عن استعادة الثقة واستعادة الروح الخاصة بلاعبيه والفرقة، وكمان المدرب الجديد عايز يقرب أكتر من لاعبيه. ده هدف رئيسي للزمالك إن هو يكسب في ماتش المحلة بكرة. على الناحية التانية عندنا ماتش المحلة مهم للغربية كلها والأهل المحلة، علشان خاطر المحلة بيصارع الهبوط، ونقطة أو مكسب بكرة مهم جدا ليه علشان يفضل في دوري الأضواء الخاصة. وبعد ما الشقيق الثاني او التوأم غزل المحله هو بلديه المحله صعد لدوري الممتاز، فماتش المحله بكره ماتش مهم جدا. الزمالك عايز يكسب علشان يواصل رحله مطاردته لفيوتشر صاحب المركز الثالث وبيراميدز صاحب المركز الثاني، والمحله ايضا بيبحث عن فرصه او طوق نجاه للهروب من شبح الهبوط.